هذه 8 نقاط سكنية خارج تغطية شبكة الماء والكهرباء، وأقرب مستوصف للعلاج يبعد بعشرات الكيلومترات. الجهات المسيرة تعد بحل وشيك. الروبورتاج نزهة عزيزي وخالد بن قدور. الجماعة القروية أيت هادي التابعة لإقليم شيشاوا والبعيدة عنه 30 كيلومترا في اتجاه أكادير. هنا لا كهرباء ولا ماء ولا بنية تحتية، وحدها الشموع والسواقي تفي بالغرض. ساكنة 8 دواوير من أصل 25 تشتكي من صعوبة الأوضاع، خاصة أن المياه القادمة من عين أبينو غالبا ما تكون ملوثة. من جهة الماء مكرفصين الصراحة لله، خاصة الماء هنا يدخل للديور بلا تاع أبينو، حيت هنا مكرفصين فوق الصيف كنكونوا مكرفصين، كيعوموا الناس في أبينو كنتكرفصوا، كيكونش عندنا الماء نقي. الماء ملوث 100%، وعندنا مشاكل في المستشفى، مستشفى وحيد صغير كتكون فيه غير فرملية وحدة، والناس كتار، النسبة ديال الساكنة كثيرة شي 3000 واحد. مشكل ديال الضوء كاين نقص، يعني الا جينا المونوغرافيا ديال الجامعه كتقول لك انه الضوء وصل 100%، ملي كنجيو للواقع تقريبا مازال ما كايناش 75%. هذا مشكل. كاين تقريبا ثلثين ديال دواوير الجامعه ما عندهاش الماء الصالح للشرب نهائيا. كاين بالنسبه للمسالك الطرق راه لا اله الا الله ما كاين ما يتقال فيها، يعني كاين مجموعه من المشاكل اللي ما كرهناش انكم تقفوا عليها. وقفنا عند هذه المشاكل على اختلافها وحملناها إلى رئيس جماعة أيت هادي، فكان الجواب أن الميزانية السنوية لا تتعدى 260 مليون سنتيم، لا تكفي لسد الحاجيات، ومع ذلك فبرنامج التزويد بالماء الشروب بلغ 65%، وهو في طور التوسيع شأنه شأن الكهرباء. لا 96% له من تقريبا 96%، وحنا تنديروا التوسيع دابا تقريبا في التوسيع على كل سنة تنديروا التوسيع ديال الكهرباء. ديال الكهرباء للضيوف. بالنسبه للطريق اللي غادي تدوز الطريق هي لها حتى الاشغال ديالها، هي غاديه في الاشغال، خدامين دابا بالطريق تقريبا الشهر المقبل ان شاء الله غادي تدوز الطريق تاعو، واحد شهرين ولا 3 شهور حتى هي تعطى المارشي. 6000 نسمه تقطن بالجماعه التي تعتمد في عائداتها على الفلاحه والسياحه. ساكنة تنتظر حلولا وشيكة لمعاناتها حتى لا تبقى بعيدة عن الحضارة، وحتى تتوفر لها أبسط شروط العيش الكريم.